لكل مزاد نكهة إلا مزاد العملة، فهذا نكهته مختلفة ولا يشمها إلا من خبر دهاليزه الخلفية وعرف ما فيه من أسرار. يقول خبراء المال هذا مشيرين إلى عمليات بيع ما يزيد على 200 مليون دولار يومياً لعدد محدود من المصارف، وبالتالي تستخدم هذه المصارف الأموال في التحويلات الخارجية لتمويل الاستيراد. أين يكمن سر الشبهات المثارة ضد هذا المزاد إذن؟ إنه يكمن في سعر الصرف الثابت الذي تبيع به الدولة، بينما هو متبدل في السوق ودائماً يكون أعلى، بمعنى أن 100 دولار تباع مثلاً 119,000 دينار من البنك، بينما هي تباع في أسواق الصيرفة 123,000. أين يذهب الفرق؟ في جيوب المصارف التي اشترت طبعاً. هذا الفرق تضاعف أمس حين بيع الدولار 132,000 دينار، فكانت الأرباح مهولة ووصلت لحدود 25 مليار دينار. كلها ذهبت في خزائن عدد من المصارف الأهلية المعتمدة عند البنك المركزي العراقي. هذا واحد من روائح المزاد. فماذا عن النكهات الأخرى؟ هل تؤثر هذه العملية في غسيل الأموال مثلاً؟ نعم، فالكثير من المصادر تتحدث عن الشبهة من باب أن المزاد هو المنفذ الوحيد لإخراج العملة الصعبة من العراق. وسبق أن أثيرت شبهات حقيقية منذ عام 2010 عن تحويل المزاد إلى ممر لتهريب الأموال وإجراء عمليات غسيل لها. لهذا مثلاً أدرجت المفوضية الأوروبية العراق منذ شهر تموز إلى جانب دول أخرى ضمن قائمة دول تشكل مخاطر مالية على الاتحاد بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال والتمويل الإرهاب. مثل هذه التهم نفيت بشدة من قبل إدارة البنك المركزي، وتبين الأمر على أن ما يجري هو أن المصارف التجارية تقدم طلب شراء الدولار لصالح زبائنها بموجب وثائق وإجازات استيراد تقدم لاحقاً، وبناء على ضوابط تؤكد سلامة الأموال بعدم وجود شبهات غسيل أموال أو تمويل الإرهاب. ثم ينتهي الأمر بتحويل العملة إلى حساب المصارف وانتظار الوثائق تأتي لاحقاً. نعم، الشكوك تثار والاتهامات توجه لبعض القوى السياسية المتنفذة لكونها تمتلك مفاتيح بوابة الفساد في مزاد العملة، وإلى أن تضع النقاط على الحروف وتبقى نكهة مزاد العملة تفوح في كل من دخل إليه وكل من خرج منه. النكهة مريبة وتحتاج إلى تحقيق لمعرفة مكوناتها السرية، فهل سنشهد ذلك؟